تربى في نطاق تكامل بين طب أمراض النساء والبيولوجي، خاصة في ميدان يسموه الطفل الأنبوب، ومعناها يعني الدواء العقل طرق المساعدة على إنشاء الطفل الأنبوب وغيره. التظاهرة معناها المحتوى نتاعها معناها يجمع عدة معناها مواضيع تهم المرأة الحامل والتعكرات الممكنة أثناء الحمل، هي معناها سواء كان في وقت الحمل ولا وقت الوضع ولا ما بعد. تهم موضوع ثاني اللي هو أمراض السرطان، هو ده موجود بكثرة في بلادنا، غالبا التشخيص تاع المرض يكون في مرحلة متأخرة، وهذا ثم تطورات علمية في طريقة التشخيص، وخاصة في طريقة معناها باش نعمل الدياجنوستيك بطرق حديثة، وثم ورشات عمل معناها عدة ورشات عمل في الشيء هذا، سواء كان في عمليات جراحية أو في طرق التشخيص بصفة عامة. والمؤتمر نتاعنا يتطرق لمواضيع تهم بصفة عامة أمراض النساء، وخاصة بعض المواضيع تهم التطورات الحديثة في معالجة العقم، وخاصة بالطرق الحديثة اللي هي المساعدة على إنجاب طرق الأنبوب أو غيره. ثم خير لو كان نعرف معك انت يعني مدى التطور اللي عرفته تونس، او مدى معناتها الاجراءات الجديده والتطور العلمي الجديد اللي وصل لتونس خاصه في المجال هذا، خاصه انه احنا نعرفوا زاد انه مشاكل كبيره تصير معناتها للمراه خاصه عند الولاده، يعني فماش تطور كبير يعني نقص. هو الحاجه اللي هامه اللي المؤتمر هذا بصفه خاصه اغلب المداخلات واغلب البحوث اللي مش تطرح هما إطارات تونسية. نعتبر الإطارات التونسية عندها الكفاءات الكاملة اللي معناها أقل ما يمكن ضد التطورات اللي موجودة في العالم. ونعتقد أنه ما ثماش حاجة موجودة في البلاد المتقدمة ما عندناش نفس أقل ما يمكن نفس المستوى في معناها العلاج وفي الإحاطة، سواء كان في الوجه.